تقدر تقول ان الكره في ايطاليا كره المتناقضات، يعني كل حاجه وعكسها. منتخب يفاجئ العالم كله ويفوز ببطوله اليورو، يجي بعدها يفشل في التاهل لبطوله كاس العالم، تيجي بعدها كل الانديه الايطاليه الحقيقه تتالق، واهمهم طبعا في صداره المشهد الانتر اللي هيواجه السيتي في نهائي تشامبيونز ليج، روما اللي هتواجه سيبيا او اشبيليه في نهائي اليوروبا ليج، وفيورنتينا اللي هيواجه ويست هام يونايتد في الكونفرنس ليج. ما تفهمش هي الدنيا ماشيه فين، طالعه لفوق ولا نازله لتحت؟ خلينا نستقبل جيان لوكا بيتراتشي، طبعا نجم تورينو ونوتنغهام فورست والمدير الرياضي السابق لنادي روما، هو ضيفنا النهارده في السادسه. بدايه طبعا كل الشكر على مشاركتك معنا، واهلا وسهلا بيك في السادسه. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم، شكرا لكم. يعني انا بدايه كنت بتكلم، واحنا هنا في مصر يمكن في قاعده عريضه جدا بتحب الكره الايطاليه وبتحب منتخب ايطاليا، تحب الانديه الايطاليه ومن عشاقها ومشجعينها. كنت بتكلم على فكره المتناقضات في الكره في ايطاليا. عندكم منتخب نجح ان هو يفوز ببطوله اليورو، في مفاجاه الحقيقه في التوقيت ده، لانه ما حدش كان متوقع انه ايطاليا تحقق اللقب، ثم يفشل المنتخب في الوصول لبطوله كاس العالم، ثم تنجح الانديه الايطاليه وتتالق في البطولات الاوروبيه المختلفه، الانتر في تشامبيونز ليج، روما في اليوروبا ليج، وفيورنتينا في الكونفرنس ليج، والثلاثه اطراف في المباراه النهائيه. ازاي بتشوف ده او ايه تفسيرك لده؟ انا اعتقد ان ايطاليا دائما مميزه، ايطاليا لا تقارن باحد. أود أن أوضح لكم أن إيطاليا تهبط وترجع من جديد، تركض وتقوم مرة ثانية. كل العالم يعرف أن الكالتشو الإيطالي والكرة الإيطالية مختلفة عن كل دوريات ومختلفة عن جميع الأندية في جميع أنحاء العالم، فكما قلت لكم سابقا وهذا ملحوظ لا سيما في الموسم الأخير، أن إيطاليا أعادت نفسها من جديد. لا نقول أن إيطاليا تقدمت لأنها دوما متقدمة كما كنا نلاحظ قبل الألفينات وبعد الألفينات أيضا، ولكن لاحظنا أنها هبطت مرة ثم صعدت مرة ثانية. هذا أقول لكم بمثال توضيحي، مثل العصفور الذي يلقي عليه أحدهم حجرا ثم يقع ويقوم من جديد مرة ثانية، هذا هو حال الكرة الإيطالية وهذا هو حال إيطاليا، فلا لابد أن ننمي نفسنا من جديد. طيب قبل ما أدخل معك في حياة تعلق الأندية الإيطالية وفرصهم في مواجهات النهائية لبطولات أوروبا، خليني أسألك على التيشيرتس اللي ظاهرة يمكن معانا في الكادر، ودي طبعا يعني تفاصيلها بطولاتها ذكرياتها مع جيان لوكا بيتراتشي. هذه ذكريات حقة جميلة تعبر عني أنا عندما نعم لا ذكريات ما هي حقة جديرة بالذكر، لا يمكن، لا أستطيع القول سوى أننا لا أستطيع أنا أتخلى عنها مهما حدث. هكذا أنا وأعقد اجتماعاتي دوما ويسألونني عنها، ما سر هذه التيشيرتات وما هذه الذكريات حقا. توجد ايضا بعض الاشياء الاخرى في حقيبتي وبعض الاشياء الاخرى في المتعلقه بالنوادي الايطاليه وغير الايطاليه عندما كنت ايضا في الدوري الانجليزي، لكن اقول لكم هذه ذكريات جميله. طيب خليني اكلمك على التيشيرتات دي، طبعا بتاعتك انت يعني في الفتره اللي انت كنت بتلعب فيها، مظبوط؟ طبعا بالطبع بالطبع نعم، هذه كلها لي، وأيضا توجد بعض التيشيرتات عندما كنت طفلا صغيرا ألعب بالكرة في شوارع مدينتي، ثم بعد ذلك انتقلت إلى عدة نوادي، ثم بعد ذلك أصبحت نجما إيطاليا وبعدها نجما عالميا. ذكريات كل منا له ذكرياته الخاصة، أتذكر وأيضا بعض اللاعبين الكبار عندما كانوا معي مثل مورييري، هذا بشكل عام. طيب خليني أبدأ معك بنابولي الحقيقة، لأنه
الجمهور الكالتشيو اتفاجئ السنه دي بقدره نابولي على منافسه الكبار، قدره نابولي على تقديم يعني عدد كبير من النجوم، مش عايز اختصرهم في خافيتشا فاراتسخيليا واوسيمين فقط، لكن بعتقد ان في كتيبه من نجوم قدمها فريق نابولي السنه دي، سباليتي وقدرته على قياده نابولي لتحقيق الدوري بعد غياب، يعني انا اعتقد انه غياب استمر يمكن اكثر من حاجه و30 سنه، نابولي ما حققش البطوله يمكن من ايام مارادونا. ازاي بتشوف نابولي، وهل كان ده متوقع السنه دي انه يتوج بلقب البطوله ولا لا؟ في الحقيقة نابولي كان مفاجأة للجميع، لكل المدربين وللجمهور، أيضا للاعبي نابولي أنفسهم، فكما رأينا أن نابولي يتألق بجدارة لا يضع حدودا لأي أحد، لا يحترم قواعد الكرة، أن نابولي فريق رائع يتقدم ويضرب ولا يبالي، فكانت مفاجأة للكل، ليس لي فقط وليس للمدربين الفنيين. أرى أن سباليتي معلم للكرة الإيطالية، ليس فقط مدرب، إنما في الحقيقة هو معلم، تلقى الكرة من مدرسة هي حقة جديرة بأن تعلم العالم ما معنى الكرة وما معنى الكرة الإيطالية بشكل خاص. يمكن كان الغريب في الموضوع أنه بعد التتويج أنه يكون في إعلان عن وجود يعني مشاكل أو خلافات أو اختلافات في وجهات النظر بين إدارة نابولي وبين سباليتي، كلام عن رحيل سباليتي، بل إنه في كلام حتى عن مفاوضات بين إدارة نابولي وبين لويس إنريكي مدرب البارسا ومدرب منتخب إسبانيا السابق لتولي مسؤولية نابولي في الموسم القادم. هناك بعض المشاكل الصغيرة ما بين سباليتي وما بين إدارة الفريق عن رحيله وأنباؤنا عن رحيله، لكن أنا أعتقد أنه لن يرحل، لا سيما وقد ترك هذه البصمة الكبيرة في قلوب الآلاف بل الملايين، فلا أعتقد أنه ليس من السهل أن يرحل سباليتي عن نابولي. يمكن أخدك لروما، وأنت كنت طبعا مدير رياضي لنادي روما سابقا، وأكيد كنت قريب من مؤسسة العمل داخل نادي روما. إزاي بتشوف وإيه هو تقييمك لتجربة خوسيه مورينيو، وخصوصا أنه على أعتاب تاني تتويج قاري مع روما، روما على موعد طبعا في نهائي اليوروبا ليج في مواجهة سيبيا، توقعاتك للمباراة ورأيك أو تقييمك لتجربة خوسيه مورينيو مع إي أس روما؟ أنا أريد أن أقول لكم أن روما مستعدة وبقوة بأن تكون هي بطل وحامل اللقب، بأن تنتصر على خصمها. روما هذا العام أو هذا الموسم تستعد وبقوة وتتألق، وأيضا هي أيضا بجدارة، لن أقول أنها تساوي نابولي أو الفرق الأخرى، لكن روما لها تاريخ كبير. هل بتشوف أنه إذا ما نجح فريق روما في التتويج بلقب اليوروبا ليج هيكون على إدارة نادي روما أنها تحتفظ بخدمات خوسيه مورينيو، لأنه في برضو تقارير وفي كلام على أنه في مفاوضات بين جوزيه مورينيو أو خوسيه مورينيو لتولي مسؤولية البي أس جي من بداية الموسم المقبل؟ مورينيو في العام الساقط حقق أيضا بعض الأشياء المهمة، ولا يمكن أن ننكر فضله، فهو أيضا كبير ولو سبق كبير ولو كما نقول صولات وجولات مقارنة بأخصامه. نابولي من وجهة نظر الكثيرين يعني كان هو الأقدر بالوصول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا عن الميلان وعن الإنتر، تتفق ولا تختلف؟ خروجه كان مفاجأة كبيرة. أنا أعتقد أن الإنتر ميلان فريق قوي جدا في الثلاث سنوات الأخيرة، بخلاف نابولي
لكن نقول أنه أهدى نابولي هدية كبيرة مقارنة أيضا بالفرق الأخرى. يمكننا أن نقول أن الإنتر فريق لا يحتمل أيضا الخسارة، وأنا أتوقع له مباراة جيدة وسيحقق، لا نقول انتصارا لأن السيتي فريق كبير في المباراة التي ستجمع بينه وبين المانشستر سيتي، لكن أعتقد أن الإنتر سيكون متألقا أيضا. هل كنت تعتقد أنه نهائي بين السيتي وبين نابولي يمثل نهائي عادل على مستوى بطولة تشامبيونز ليج، أو النهائي الأقوى على مستوى بطولة دوري الأبطال؟ أنا أعتقد أن السيتي له تنظيم وتخطيط هو الأفضل في أوروبا، هذا قولي وهذا بلا شك وهذا أجمع عليه كل المدربين، لكن الإنتر ميلان له جمهور يقاتل من أجله. جمهور الإنتر ميلان لا يتركه في السراء ولا في الضراء، هو جمهور أصيل لا يتخلى عنه أبدا. هذا ما نراه أيضا في بعض الفرق العربية، أن جمهوره لا يتخلى عنه أبدا بخلاف السيتي. هل شايف أنه الإنتر قادر أنه بقيادة طبعا سيميوني إنزاجي، واحد من المدربين اللي اعتقد بقوا اصحاب بصمه في الكره في ايطاليا، قادر على انه يتعامل مع بيب جوارديولا، او قادر انه يسرق اللقب من بيب جوارديولا؟ بالفعل قد قلت سابقا ان انزاغي يواجه مشكله كبيره وهي المانشستر سيتي، لكن هو مدرب كبير ويمكن أن نرى شيئا غير متوقع إطلاقا، كما رأينا أيضا في كأس العالم السابقة العديد من المفاجآت. الآن ممكن أن نرى بعض المفاجآت من الإنتر ميلان، كما رأينا أن فريق نابولي يحقق الكثير، ممكن أن نرى المفاجآت أيضا. يمكن الموسم على وشك الانتهاء وأيام بتفصلنا حتى عن نهائيات البطولات الأوروبية، أتكلم معك شوية عن أهم الصفقات في موسم الانتقالات، وهبدأ بنابولي. كلام كتير عن رغبة عدد كبير من أكبر أندية أوروبا في أنها تنتدب أو تشتري أهم نجوم الدوري الإيطالي، ويمكن دي ظاهرة شفناها في السنوات الأخيرة، عدم قدرة الأندية الإيطالية على الحفاظ على مواهبها. خرج منها لوكاكو، خرج منها حكيمي، خرج منها دوناروما، خرج منها كوليبالي، خرج منها إنسيني وغيرهم من الأسماء. هل بتشوف أنه نادي زي نابولي وخصوصا بعد خروجه من أوروبا وبعد رحيل سباليتي، هل ممكن يحافظ على نجوم بقدر مثلا أو بحجم أوسيمين أو بحجم كفاراتسخيليا، ولا تتوقع أنه ده يكون نهاية المشوار بالنسبة لهم؟ أنا أعتقد أن نابولي دائما يشتري بعض اللاعبين الكبار، أعتقد أنه سيقوم ببعض الصفقات وأنه سيضم بعض النوادي الأخرى، بعض اللاعبين الآخرين كما نرى أيضا أن نابولي لديه الرغبة أيضا، وقد سمعت هذا ممن أثق بهم أن نابولي سيشتري بعض اللاعبين الكبار وسيضمهم، لا سيما بعد خروجه في مرته الأخيرة، أو سيعيد نفسه من جديد. هذا بكل التأكيد سيدفعنا نحن أيضا إلى إعادة التنظيم من جديد. طيب خليني أسألك، هو بكل المقاييس وبصرف النظر عن نتائج المباراة النهائية، نجاح كبير جدا للأندية الإيطالية في كل المسابقات الأوروبية، برأيك هل ده ينعكس في الموسم اللي جاي على قوة الكالتشيو، على قوة الدوري الإيطالي؟ هل يستعيد الدوري الإيطالي قدرته على المنافسة الدوري الإنجليزي مرة تانية؟ وإيه تأثير ده على منتخب إيطاليا؟ عفوا لم أفهم السؤال جيدا. طيب أنا كلمت على أن الموسم ده على مستوى الأندية الإيطالية موسم ناجح جدا، بصرف النظر عن نتائج الثلاث أندية الإيطالية اللي بتشارك في نهائيات البطولات الأوروبية، هو موسم ناجح، وصول ثلاث أندية إيطالية للمباريات النهائية في اليوروبا ليج، في الشامبيونز ليج، في الكونفرنس ليج، بالتأكيد نجاح للكرة الإيطالية. يأثر ده إزاي؟ تتوقع إنه يأثر ده إزاي على
قدرة الدوري الإيطالي في الموسم اللي جاي على أنه ينافس الدوريات الكبرى، ده واحد. اتنين، يأثر إزاي كمان على تطور أو على مستوى المنتخب الإيطالي؟ أنا أظن أن الكالتشو الإيطالي لابد أن يعيد نفسه من جديد، وبالطبع هذا سيؤثر بالإيجاب علينا لا بالسلب. رأينا هذا الموسم الفرق الإيطالية تتقدم نحو الصدارة، ثلاث فرق إيطالية تتقدم، فهذا من الطبيعي أن نرى هذا سيحقق نجاحا كبيرا في الموسم المقبل، وهذا بالطبع سيدفعنا أيضا لأن نكون أكثر طموحا تحقيق الكثير، ولما لا ولما لا. فنحن في كل الأحوال نترقب نتيجة إنتر ميلان وبعدها سنحكم. أتمنى كل التوفيق للأندية الإيطالية اللي بتشارك في أوروبا، روما في مواجهة إشبيلية، فيورنتينا في مواجهة وستهام، لكن في تشامبيونز ليج قلبي قلبا وقالبا مع الإنتر. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا نجم الكرة الإيطالية، نجم تورينو ومدير السابق، مدير الرياضي السابق لنادي روما جانلوكا بيتراتشي، كان ضيفنا في السادسة. شكرا جزيلا ليك. فاصل ونستقبل نجمنا النهاردة كابتن عمرو الحديدي في السادسة.